تضمنت قائمة مجلة فوربس لأقوى سيدات الأعمال في العالم العربي لسنة 2023 خمس سيدات أعمال من المغرب، هن سعيدة كريم العمراني في المرتبة 5 مغربيا والثمانين عربيا، تترأس مجموعة سفاري المتخصصة في قطاع التجزئة، لمياء التازي في المرتبة 4 مغربيا والخامسة 65 عربيا، وهي الرئيسة المديرة العامة لشركة سوتيما المتخصصة في صناعة الأدوية، غيتا ماريا زنيبر في المرتبة 3 مغربيا والثالثة 33 عربيا، تترأس مجموعة ديانا القابضة التي تنشط في قطاعي الأغذية والمشروبات، مريم بن صالح شقرون في المرتبة 2 مغربيا والتاسعة 19 عربيا، ترأس شركة المياه المعدنية والماس، سلوى أخنوش في المرتبة الأولى مغربيا والسابعة 17 عربيا، وهي مؤسسة ورئيسة تنفيذية لمجموعة أكسال. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة.